كان ملك فيما كان قبلكم، والملك ده كان ظالما غشوما، وكان له سحر. وخلي بالك ان السحرة دول هم كانوا ادوات، والادوات دي ممكن تكون متطوره في كل مكان وكل زمان يسيطر بيها على الناس دي. فلما كبر السحر قال للملك ايه؟ قال اني قد كبرت سني وحضر اجلي، فابعث الي غلاما اعلمه السحر. فبعث له غلاما، الملك جابه غلام كده ذكي المعي، وارسله لمين؟ للسحر. وراح الغلام للسحر، والسحر يعلمه السحر. الطريق اللي كان بيمشي منه الغلام كان فيه راهب، والراهب ده كان على الحق، القصه دي قبل الاسلام. فكان كلما ذهب الى الساحر مر على الراهب فسمع من كلام الراهب، والراهب بيتكلم بالتوحيد والحق. فالغلام المعي يعني ذكي، فاعجبه نحوه وكلامه. فكلما يروح للساحر يعمل ايه؟ يروح عند الراهب، يرجع من الساحر يسمع من الراهب. فلما يروح للساحر يتاخر عن الساحر، الساحر يعمل فيه ايه؟ يضربه، يقول له الا خلق ما حبسك، ويضربه الساحر. فاما رجع لاهله تاخرت فيضربوه، فشكى ذلك للراهب. قال إن جئت الساحر فأراد أن يضربه فقل حبسني أهلي، يعني أهلي هم اللي أخروني، وإن عدت إلى أهلك فأرادوا أن يضربوك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة، دابة كبيرة جدا منعت الناس من المرور. فقال الغلام في نفسه اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. مين فيه؟ ما كان فيه صراع، بس هو كان بيسمع كلام الراهب، وكلام الراهب فيه توحيد وفيه دين فيه معنى، وكلام الساحر أخبث الناس. فأمسك حجر وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. فرماها فقتل الله الدابة. دي آية من آيات ربنا أراها الله جل وعلا للغلام الصغير ده. المعنى ده جابه الغلام منين؟ ده معنى ربنا ألهمه له. وهكذا يفعل الله مع المؤمن، واللي يلهمه المعاني ويعلمه في المواطن اللي هو محتاج فيها إعانة وإلهام، يأتي كده إلهام من الله سبحانه وتعالى. ضحك الكلام ده من للراهب. الراهب لما سمع الكلام اللي حصل ده مين الغلام؟ قال إيه؟ أي بني أنت أفضل مني. الراهب اللي هو علمه لما سمع القصة وإن ربنا عز وجل أجرى كرامة للغلام ده قال أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. إذن الابتلاء ده تعرف أن الابتلاء ده سنة، وكلما علت درجة المرء في الإيمان كلما كان ابتلاءه إيه؟ شديدا. فكان من أمر الغلام ده الصغير ده أنه كان يشفي الأكمة، عارف الأكمة اللي هو إيه؟ اللي عينه مغلقة، والمرض ده ملوش علاج إلا كان المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه معجزة أجراها الله على يد هذا الغلام، والأبرص ولا البرص له علاج إلى اليوم، وسائر الأدواء غلام ده الصغير ده. وكان جليس الملك قد عمي، عمي أعمى، فسمع به فجاءوا بهدايا كثيرة جدا. بقى جليس الملك فجاءوا بهدايا كثيرة وقال كل هذا هو لك إن شفيتني. قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. التوحيد ده اللي تعلمه الغلام من مين؟ من الله. فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاء. فآمن بالله يعني إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى الإيمان بالله. فدعا الغلام لجليس الملك فرد الله بصره على جليس الملك. فرجع جليس الملك للملك فجلس منه نحو ما كان يجلس المجلس بتاعه، فنظر إليه الملك قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا. الرجل كان بيدعي إيه؟ قال أنا. قال لا، ربي وربك الله. قال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. طب ايه اللي خلاه يروح له وعارف ان ده ملك غشوم، بس راح له كي يقيم الحج عليه؟ هو عارف هيعمل فيه ايه، بس الايمان لما يدخل القلوب تسمو القيم وتعلو همة الناس. فلم يزل يعذبه حتى دل على مين؟ على الغلام. وجيء بالغلام فقال له الملك الاحمق ده، قالوا اي بني قد بلغ من سحرك ما أرى. فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال أنا. قال لا، ربي وربك الله. فلم يزل يعذب الغلام حتى دل على مين، وعايز يعرف مين الأصل القصة دي. فجاب الله، فالراهب على التوحيد قال ارجع عن دينك، فأبى. شوف عملي فيه بقى. فجاء به ووضع المنشار في مفرق رأسه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي القصة دي، صلى الله عليه وسلم، صلي عليه.
يقول له هترجع ولا لا؟ فأبى فنشر لا إله إلا الله حتى وقع شقاه وهو على التوحيد ما رجعش. ثم جيء بجليس الملك وبدأ الأول بيه، ده الأصل مش كده، قتله وعمل فيه اللي عمله ده، يبقى خلاص بقى كله هيرجع، كله هيرجع واقف في الخلف. مش فاهم ان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب سمت القيم وعلت واستهانت باي شيء في سبيل الله. فجيء بجليس الملك ارجع عن دينك فابى. نشر اخر واحد مين؟ الغلام. فقيل الغلام ارجع عن دينك فابى. الغلام صغير ما يعمل فيه ده، هنشر بعضك زي ما نشر؟ لا. فدعا جنوده قال اذهبوا به الى ذروه جبل كذا وكذا، فان رجع عن دينه والا فدهدهوه يعني ايه؟ يعني ارموه بس وهو نازل يتخبط. ويعمل ايه الغلام ده الطفل الصغير ده مع شويه المجرمين دول؟ يعمل فيهم ايه؟ فدعا الله جل وعلا قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهدهوا جميعا. الجبل رجف بيهم كل الجنود دول، هم اللي وقعوا من فوق الجبل وهو ثابت فوق الجبل. طب الغلام بقى ليه؟ خلاص بقى اروح في اي مكان تاني، ربنا خلصني منهم. لا لا، ده مش غلام، ده أمة. راح للملك مرة تانية، فدخل على الملك قال ما فعل أصحابك؟ فين الناس اللي كانوا معاك دول؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فدعا بالجنود آخرين قال خذوه في قرقور، قرقور يعني مركب، فإذا لججتم به البحر في وسط الأمواج فإن رجع عن ديني وإلا فألقوه. خذوا الغلام، والغلام راح معه. فلما لججوا به البحر دخلوا في وسط الأمواج العاتية، فدعا الله جل وعلا قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا جميعا إلا الغلام. فتعرف أن الغلام ده مش لوحده، تعرف أن الغلام إن رحمة الله قريب من المحسن، حتى لو لم يكن لك قوة، من كان الله معه فمن عليه، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذا كان ربنا معك محدش عليك مهما كانوا قدامك. راجع الغلام للملك مرة ثانية، وبيرجع له ليه؟ بيكسر عزيمته. قال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فقال الغلام للملك بقى إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس كلها، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضحى في القوس وتقول بسم الله رب الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد، سمع كلام الغلام، جمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغ الغلام، الصدغ اللي هو بين العين وبين الأذن، وقتل الغلام. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. الغلام ده عارف القصة دي، طب إزاي هو كان عنده من الجرأة أنه هو هيضحي بنفسه؟ هو عارف وبيعمل إيه؟ عشان كده الغلام ده كان بأمة، كان قائد رائد، والرائد ما بينتظرش سن، الرائد ده انه يكون على الحق. فقال جلساء الملك الحشية الفاسدة بتاعته قال أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر. آمن الناس، عمل ايه؟ فوضع الأخاديد وأججوا نارا عظيمة، والناس كلها حبسهم، واللي ما يرجعش عن ديني يرموه فيه. فجعل الناس يتعادون فيها ويتدافعون. تفكر الناس بتجري عشان ما تروحش في النار؟ ده الناس هي اللي كانت بتدخل. فجاءت امرأة آخر واحدة، فجاءت امرأة مع صبي لها ترضعه، فلما رأت النار تقعصت، يعني رجعت ورا معها طفل رضيع. المجرمين دول مش شايفين امرأة معها رضيع، رحموا الرضيع، والبطل كده والظلم كده. أرأيت الذي يكذب بالدين يعمل ايه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فتعرف ان الدين والتوحيد والاسلام هو اللي بيطلع لك الرحمه والعفو والسماحه، وتعرف ان الكفر والفجور بيطلع فسق وفجور وحقد وحسد وغيظ. المراه تقعست، فانطق الله صبيها فقال يا امه اصبري فانك على الحق. وكان من ايات ربنا عشان ربنا يثبت بيه الناس ويثبت بيه المراه دي. مات الناس دي، ماتوا اجساما، لكن انتصروا. انتصروا ليه؟ ما رجعوش عن الإيمان اللي عليه، انتصروا الإيمان حتى ولو تغلبوا على أجسادهم. الناس كلهم آمنوا.